الاجتماعي للدولة. اليوم سوف نتكلم عن الرقابة الجبائية، تحقيق المستوى في المحاسبة والتحقيق. هذا اليوم الدراسي في إطار يوم تكويني على المستوى المحلي، وهو البرنامج المسطر للسنة الجارية 2022. هذا التكوين المحلي هو استمرار ويتماشى مع التكوين الوطني الذي تنظمه وزارة العدل على المستوى الوطني، الذي يشارك فيه القضاة ويتم تدارس الإشكالات والصعوبات التي تنشأ عن الدعوة الجبائية مترتبة عن الغش الضريبي. الإدارة الجبائية هي أداة فعالة لمحاربة الغش الجبائي. في المداخلة تكلمنا عن الرقابة القضاء الجبائية، عن أهدافها، عن الهيئات المكلفة بها، عن تحريك الدعوة العمومية، عن مثلا تحرير الشكوى.